وقع وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي عقدين واتفاقية استشارية بقيمة إجمالية بلغت 8,900,000 دينار لصيانة وتحسين وإنجاز بعض الطرق بالبلاد. وقالت وزارة الأشغال العامة أن العقد الأول يشمل صيانة عامة وإنشاء لطرق المناطق الزراعية بالمنطقة الشمالية، فيما يتضمن العقد الثاني صيانة عامة للطرق والساحات في محافظة حولي وأجزاء من شارع الخليج العربي، كما يشمل كذلك الطرق والساحات داخل مؤسسات الدولة. ذكرت صحيفة المصري اليوم المصرية في تقرير نشرته بعنوان جدل حول منح الجنسية بوديعة أن البدون في الكويت سيتقدمون للحصول على الجنسية المصرية بعد أن أقر مجلس النواب المصري تعديلات قانوني الإقامة ومنح الجنسية في جلسته العامة، ومنح وزير الداخلية سلطة منح الجنسية المصرية للفئة الجديدة من المقيمين بوديعة قيمتها 7,000,000 جنيه، أي ما يعادل نحو 119,000 دينار توضع في الخزانة العامة للدولة. وتوقع التقرير أن يتقدم البدون الذين لا يتمتعون بأي جنسية خاصة في الكويت للحصول على الجنسية المصرية نظرا لثرائهم الملحوظ، وفق ما أوردته الصحيفة على لسان أحد خبراء الاقتصاد.